فكيف يتساهل بعض الناس اليوم بتزويج تارك الصلاة؟ وترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر، حتى لو كان يقر بالصلاة، يقول الصلاة واجبة وإن شاء الله أني بصلي وأسأل الله تبارك وتعالى يغفر لي وكذا، ولا يصلي، هذا مجرم أكثر من الزاني وأكثر من شارب الخمر وأكثر من تارك الصيام وتارك الزكاة وأكل الربا، لأن هذا ورد فيه نص بالكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صار كثير منا ينكر على الزاني وينكر على شارب الخمر ولا ينكر على تارك الصلاة. لو كان إنسان قد اشتهر بالزنا يجي يدخل الديوانية، الناس تكرهه وممكن تطرده من الديوانية، لكن يدخل تارك للصلاة ولا كأنه فعل جريمة، مع أن جريمة ترك الصلاة أعظم بكثير